السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن الكارديوفاسكولار سيستم فيزيولوجي. طبعا احنا نعرف الهارت، نعرف القلب بصورة عامة، هو من أهم الأعضاء بالجسم. زين، الهارت يعني هذا القلب هو راح يتقلص حتى يضخ الدم يوصله إلى أنحاء الجسم. حتى هذا الدم طبعا راح ينقل وياه أكسجين، راح ينقل وياه مواد غذائية حتى توصل بقية خلايا الجسم، حتى هاي خلايا الجسم تقدر تشتغل. بس نجي على الفانكشنز مال الهارت، نجي على وظائف الهارت، وظائف القلب. طبعا اول وظيفه القلب انه هو يولد البلد بريشر، هو يولد ضغط الدم. هسه مثل ما تشوفون هنا انه هذا الدم هنا ينزل بالداخل الهارت، اوكي؟ بعدين هذا الهارت راح يتقلص، راح يضخ هذا الدم، يوديه باتجاه الاوعيه الدمويه. زين، الهارت من ده يتقلص ده يضغط على هذا الدم، ده يضغط على هذا البلد، اوكي؟ من ده يضغط عليه ده يدفع هذا البلد باتجاه الاوعيه الدمويه. زين، فهذا الضغط هو راح يخلي البلاد يمشي، يروح باتجاه الاوعيه الدمويه ويروح باتجاه اجزاء الجسم المختلفه. الوظيفه الثانيه للهارت انه دايركتنج بلاد، راح يتحكم بتوجيه الدم، هو راح يوجه البلاد. شلون يعني؟ هنا طبعا هنا بالهارت اكو هنا عندنا دورتين دمويه. زين، اكو هنا يسموها الدوره الدمويه الكبرى او سيستميك سيركيليشن، واكو الدوره الدمويه الصغرى. زين، يعني شلون؟ طبعا هنا هسه اول طريق، زين خلينا نقول على هاي السيستميك سيركيليشن. هنا البلد نزل موجود بالفنتركل، هنا طلع راح باتجاه هذا الشريان اللي هو الايورتا او نسميه شريان الابهر. راح يروح هذا يغذي كل اجزاء الجسم، راح يروح يغذي كل اجزاء الجسم، وبعدين راح يرجع هذا الدم عن طريق هاي الاورده، يروح باتجاه يرجع باتجاه الهارت. زين، هذا طريق. الطريق الثاني انه هذا البلد راح يطلع من هنا من الهارت، يروح باتجاه الرئه، يروح باتجاه اللانك. ايش راح يصير به هذا البلاد؟ هذا راح يصير به تبادل غازي، راح يعطي ثنائي اكسيد الكربون وياخذ اكسجين. زين، من اخذ اكسجين راح يرجع هنا عن طريق هاي الاورده، يرجع ايضا للهارت. فاكو طريقين، اما يروح للدم يعني، اما يروح باتجاه السيستميك سيركيليشن اللي هي هاي، او يروح هنا للانك عن طريق البلمونري سيركيليشن. زين، فهاي الوظيفه الثانيه للهارت انه راح يوجه البلد، اما يوجه باتجاه السيستميك سيركيليشن باتجاه اجزاء الجسم، او يوجهه باتجاه البلمونري سيركيليشن، يوجهه باتجاه الرئه. الوظيفه الثالثه للهارت انه يخلي الدم يمشي باتجاه واحد، وان واي، يعني يروح باتجاه واحد. زين، حتى نفهم هذا الشيء، اول شيء خلينا نحكي عن الهارت، عن التركيب مالته. طبعا الهارت متكون من اربع غرف. زين، اول غرفه هاي نسميها الرايت اتريوم، نسميها الاذين الايمن، رايت اتريوم. زين، وراها تيجي غرفه ثانيه اللي هي الرايت فينتريكل، رايت فينتريكل او نسميها البطين الايمن. زين، واكو هنا غرفه ثالثه اللي هي الليفت اتريوم، ونسميها الاذين الايسر. وهنا غرفه رابعه اللي هو الليفت فينتريكل او البطين الايسر. زين، الدم هنا طبعا راح يجي من الاورده مال الجسم، راح يجي دم ما بيه اكسجين، راح يفرغ وين؟ يفرغ بالرايت اتريوم. زين، يفرغ بالرايت اتريوم. بعد هذا الدم راح ينزل من الرايت اتريوم، يروح باتجاه الرايت فينتريكل. زين، طبعا هنا أنا اكو صمام، هنا أنا اكو صمام. الدم راح يعبر من الرايت اتريوم، يروح باتجاه الرايت فينتريكل، لكن الدم هذا الموجود بالرايت فينتريكل ما يقدر يرجع يروح باتجاه الرايت اتريوم، ما يقدر يرجع. فهنا البلاد راح يمشي باتجاه واحد، من الرايت اتريوم ينزل للرايت فينتريكل. زين، بعدين من الرايت فينتريكل هذا الدم، هذا البلاد راح يروح من الرايت فينتريكل، يروح باتجاه هذا الشريان اللي هو البلمونري ارتري. زين، هم راح يروح هنا اكو صمام، راح يخلي الدم يطلع من الرايت فينتريكل، يروح باتجاه البلمونري ارتري، لكن هذا الدم اللي هنا ما يقدر يرجع باتجاه الرايت اتريوم، الرايت فينتريكل. زين، من البلمونري ارتري راح يروح الدم لللانج، راح يروح للرئه، دم ما بيه اكسجين، راح يصير تبادل غازي، راح يعطي السي او 2، راح يعطي ثاني اكسيد الكربون وياخذ اكسجين. من الدم اخذ اكسجين راح يرجع من اللانك اللي قلناها طبعا البلمونري سيركيليشن، راح يرجع من اللانك يروح باتجاه عن طريق طبعا الاورده نانا. زين، عن طريق الاورده راح يرجع للليفت اتريوم، راح يرجع للاذين الايسر. زين، من الليفت اتريوم هذا طبعا دم بيه اكسجين، راح ينزل من الليفت اتريوم يروح باتجاه الليفت فينتريكل. زين، هم يعني الدم راح يمشي باتجاه واحد، من الليفت اتريوم باتجاه الليفت فينتريكل، ما يقدر يرجع باتجاه الليفت اتريوم، لان اكو هنا صمام راح يمنع الدم انه يرجع، راح ينسد هذا الصمام.
بعد هذا الدم بيه اكسجين يطلع من الليفت فينتريكل يروح باتجاه هذا الشريان هنا اللي هو الايارتا اللي هو الشريان الابهر. زين طبعا هنا همين اكو صمام رابع راح يمنع الدم من انه يرجع من الايارتا باتجاه الرايت باتجاه ليفت فينتريكل. الدم راح يمشي وان واي من الليفت فينتريكل يروح باتجاه الايارتا. زين من الايارتا طبعا هذا الشريان الابهر هو راح يغذي يعني كل اجزاء الجسم. زين الوظيفة الرابعة للهارت انه ريجوليت ريجوليتنج بلاد سبلاي، انه راح يتحكم بالتغذية الدموية. شلون راح يتحكم بالتغذية الدموية؟ طبعا الهارت ممكن يغير من من القوة مال تقلص مالته. زين ممكن يكون التقلص مالته قوي، ممكن يكون التقلص مالته قليل يعني اقل. زين هاي واحدة. ممكن يغير ايضا من الرايت، ممكن يغير يعني يغير من معدل الضربات مال القلب. ممكن ضربات القلب تكون كل سريعة، ممكن لا تكون بطيئة. زين حسب حاجة أنسجة الجسم. مثلا إذا شخص هو بحالة ريست، شخص مثلا نايم أو شخص قاعد مرتاح، زين فهنا أنسجة الجسم ما راح تحتاج تغذية دموية عالية. زين فهنا بالتالي الريت مال الهارت يعني معدل ضربات القلب يكون قليل، أيضا قوة التقلص مال الهارت تكون أيضا يعني قليلة. لكن مثلا شخص بحالة اكسرسايز، شخص مثلا بيتمرن، زين فهنا العضلات مال الجسم راح تكون محتاجه تغذيه دمويه عاليه، محتاجه اكسجين، محتاجه مواد غذائيه. فهنا الهارت ايش راح يسوي؟ ما راح يظل يتفرج، لا، هنا الهارت راح يزيد من قوه الكونتراكشن مالته، يزيد من قوه التقلص مالته، ويزيد من الريت، يزيد من معدل الضربات مالته. ليش؟ حتى يوفر تغذيه دمويه عاليه. زين ايضا اذا وضعيه الجسم تغيرت، اذا صار تشينج بالبودي بوزيشن، مثلا شخص هو كان متمدد لفتره طويله بعدين راسا قام وقف. عادة يعني بعض الأشخاص يعني يحسون بدوخة من مثلا متمددين لفترة طويلة وبعدين يوقفون. هنا ايش دا يصير؟ انه الشخص من قام رأسا وقف هنا يعني الدم الموجود بأجزاء الجسم راح ينزل باتجاه الأجزاء السفلى من الجسم. فعل الجاذبية، زين الجاذبية راح تخلي الدم ينزل لي جوا. زين الهارت شنو ايش راح يسوي؟ ايضا راح يزيد الريت مالته، راح يزيد معدل الضربات، وايضا راح يزيد قوة التقلص. زين حتى يرجع يتوفر دم للأجزاء العليا من الجسم. زين هسه نجي على الفالفز مال الهارت، الصمامات مال الهارت. زين هاي الفالفز، هاي الصمامات عبارة عن فايبرس فلابس، عبارة عن قطع، يعني فايبرس يعني نسيج ليفي. زين فلابس يعني فد قطعة رقيقة من النسيج. زين فعبارة عن قطع من النسيج تكون رقيقة ومغطاة بالإندوثيليوم. اندوثيليوم يعني اي شيء، اي خلايا تبطن فد شيء نسميها اندوثيليوم. زين زين هسه هنا تشوفون من هذا البطين، هذا الرايت فنتركل مثلا من دا يتقلص، زين دا يضخ الدم هنا، هذا الصمام دا يوصل لهنا ويوقف. زين لهنا ويوقف بعد ما ينفتح للجهه الثانيه. ليش ما ينفتح من الجهه الثانيه؟ هنا اكو فد تراكيب، زين اكو فد مثل الاحبال جاي تلزم هذا الصمام ما تخليه يعبر، ده ينفتح على الاتريا. زين هاي التراكيب نسميها الكوردي تندني، نسميها كوردي تندني. كوردي يعني كورد، يعني مثل الحبل، كورد يعني حبل، تندني يعني تندن. العضله، اي عضله بالجسم حتى يعني ترتبط فد عظم او اي شيء تحتاج الى تندن. زين فهاي الكوردي تندني هي عباره عن تندن مال العضله. العضلات هاي هي نسميها البابيلاري ماسلز. زين طبعا هنا هسه هاي التراكيب، هاي البيضه هي هاي الكوردي تندني. اوكي راح تكمش الفالف، اوكي راح تسحب الفالف. من راح يتقلص الفينتريكل هاي العضلات البابيلاري ماسلز ايضا راح تتقلص، راح تسحب هاي الكوردي تندني، راح تسحبها. اوكي فبالتالي هاي الكوردي تندني راح تسحب الفالف، راح توقفه لهنا ما تخليه يعبر على الاتريا. زين هنا طبعا اذا صارت في مشكله بالكوردي تندني او صارت في المشكله بهاي بابيلاري ماسلز، هنا طبعا ما راح ينفتح، ما راح الفالف ما راح يوقف اللي هنا، الفالف هذا راح ينفتح على الاتريا. زين فبالتالي البلاد الدم الموجود هنا بالفنتركل راح يرجع من الفنتركل يصعد باتجاه الاتريا. زين فهنا بعد هاي الون واي بلاد فلو بعد راح تروح، ما راح يمشي الدم باتجاه واحد، لا راح يرجع من الفنتركل راح يرجع باتجاه الاتريا.
من يرجع الدم من الفنتركل روح يفوق باتجاه الاتريه، بنصير مشكله بهذا الكوردي تندني او البابيلاري ماسلز، هاي الحاله ممكن تؤدينا الى عجز القلب. زين، الهارت عباره عن تو بامبس، عباره عن مضختين. زين، مثل ما قلنا هسه طبعا هاي الجهه اليمنى من الهارت، هاي راح نسميها الرايت سايد اوف ذا هارت. زين، الرايت سايد يعني هاي هنا عباره عن مضخه، هذا الجزء الايمن من الهارت عباره عن مضخه. هنا مثل ما قلنا انه راح يستلم الدم من الاورده مال الجسم، راح ينزل الدم بالرايت فنتركل ويروح باتجاه يروح باتجاه اللنج، يروح باتجاه الرئه. فهسه هاي الرايت اتريوم والرايت فنتركل هذني مضخه، ياخذ الدم من الاورده مال الجسم يودوه باتجاه اللنج. زين، على الجهه اليسرى ايضا اكو مضخه. هنا أنا شنو هاي المضخه؟ راح تاخذ الدم من اللنك، هذا الدم بأكسجين راح ينزل بالليفت اتريوم وبعدين بالليفت فنتركل ويروح باتجاه الايورتا، يعني باتجاه انحاء الجسم. زين، فهذا الليفت سايد مال الهارت هم يعني عباره عن مضخه، فصار عندنا مضختين. الجهه اليمنى هي عباره عن مضخه، زين، والجهه اليسرى هي هم عباره عن مضخه. زين، ومثل ما قلنا يعني طبعا كل مضخه من ذني تحتوي على صمامين. زين، هاي المضخه مال الجهه اليمنى بيها هذا الصمام وبيها هذا ايضا، الجهه اليسرى من الهارت هم بيها هذا الصمام وبيها هذا. عندنا اول شيء الاتريو فنتريكولار فالفز. شنو اتريو فنتريكولار او يسموه الاي في فالفز؟ يعني موجوده بين الاتريه وموجوده بين الفنتريكل، تفصل الاتريه عن الفنتريكل. زين، فعندنا اثنين اتريو فنتريكولار فالفز، هذا واحد وهذا واحد. هذا الاي في فالف الموجود على الجهه اليمنى اللي يفصل الرايت اتريوم عن الرايت فنتريكل راح نسميه التراي كاسبيد فالف، تراي كاسبيد فالف. زين، ليش سمينا تراي كاسبيد؟ تراي يعني ثلاثي. زين، كاسبيد يعني هاي الكاسبس، يعني مثل الورقات. زين، فهذا الصمام عباره عن ثلاث ورقات، اوكي، اللي هو هذا تراي كاسبيد فالف، يتكون من ثلاث ورقات. زين، هذا الصمام قلنا الموجود على الجهه اليمنى يفصل الرايت اتريوم عن الرايت فنتركل. زين، الصمام الموجود على الجهه اليسرى الاي في فالف الموجود على الجهه اليسرى اللي يفصل الليفت اتريوم عن الليفت فنتركل راح نسميه الميترال فالف، او الى تسميه ثانيه زين يسموه الباي كاسبيد فالف. زين، لان متكون من ورقتين، باي يعني ثنائي. زين، طبعا هاي الصمامات راح تنفتح من الفنتريكل يكون بحالة ريلاكسيشن، من يكون الفنتريكل يعني ما متخلص بحالة راحة. زين، راح تنفتح هاي الصمامات حتى الدم ينزل من الأتريا يروح باتجاه الفنتريكلز. زين، من هنا ومن هنا. زين، وبعدين هاي الصمامات راح تنسد من الفنتريكل يريد يتقلص، من اللي يتقلص الصمامات هاي تكون مسدودة حتى الدم ما يطلع من الفنتريكل يروح باتجاه الأتريا. زين، طبعا الريلاكسيشن، زين، الفنتركل من يكون بحاله ريلاكسيشن من يكون مرتاح هذا راح نسميها دايستول. دايستول، زين، حتى تخلي الفنتركل يعني يملي بالبلاد. زين، والتقلص مال الفنتركل راح نسميه سيستول. هسه بقت عندنا صمامات اثنين اللي هي سيمي لونار فالفز. زين، سيمي لونار فالفز اللي هي هذا البلمونري فالف هذا، زين، والايورتيك فالف اللي هو هذا. سيمي لونار يعني لونار يعني قمري مثل القمر، سيمي لونار يعني نصف القمر، فشكلها هنا مثل نصف القمر. زين، هذا الايورتيك وهذا البلمونري فالف. هاي الصمامات مثلا هذا الايورتيك والبلمونري فالف راح تنفتح من الفنتريكل يتقلص، من هذا الفنتريكل راح يتقلص. زين، راح ينفتح البلمونري فالف، من الليفت فنتريكل يتقلص راح ينفتح الايورتيك فالف، وايضا راح ينسدن من يكون الفنتريكلز تكون الفنتريكلز بحاله ريلاكسيشن حتى البلاد ما يرجع ينزل باتجاه الفنتريكلز. هسه نجي على خصائص العضله القلبيه. زين، هسه احنا عندنا بالقلب عندنا نوعين من الخلايا. زين، اول نوع من الخلايا اللي نسميه كارديو مايوسايت. كارديو يعني قلبيه، مايو يعني مصل يعني عضله، وسايت يعني سيل يعني خليه. زين، هاي الكارديو مايوسايت هي الخلايا اللي عندها القابليه انه تتقلص. زين، عندها ميكانيكال بروبرتيز، عندها خصائص ميكانيكيه انه تتقلص. زين، النوع الثاني من الخلايا راح نسميه الموديفايد كارديومايوسايت. موديفايد كارديومايوسايت ايضا لها تسميه ثانيه اللي هي بيس ميكر سيلز. زين، هاي الخلايا ما راح تتقلص، لكن عندها وظيفه انه راح تولد الإعازات العصبيه، تولد الإعازات الكهربائيه،
وتوصل لعازات كهربائيه للكارديومايوسايت حتى الكارديومايوسايت تتقلص. زين، فدور هاي الموديفايد كارديومايوسايت هو بالكوندكتنج سيستم، نظام مال نظام التوصيل، توصل لعازات الكهربائيه. زين، الكارديومايوسايت طبعا هسه هذن يعني ذني بالاصفر هذن يكون هن عباره عن موديفايد كارديومايوسايت. اوكي، هذن يكون هن يكونن 1% من الهارت، من خلايا الهارت. هذن يكون هن يشكلن 1% من خلايا القلب. زين، بقيه الخلايا هذن يكون الخلايا الباقيه مال القلب هي عباره عن كارديومايوسايت اللي يتكون 99% من الاتريا والفنتريكل، من خلايا القلب. هنا أنا راح يجي سؤال انه ليش هاي الموديفايد كارديومايوسايت ما عندها القابليه انه تتقلص؟ الجواب طبعا انه هاي الخلايا اللي هي الموديفايد كارديومايوسايت عندها ميتوكوندريا تكون قليله. الميتوكوندريا نعرف انه هي بيوت الطاقه، الخلايا حتى تتقلص تحتاج طاقه. زين، فهنا هاي الموديفايد كارديومايوسايت عندها الميتوكوندريا تكون قليله. زين، بالاضافه الى هذا عندها المايوفايبرز، هاي الالياف العضليه اللي تخلي الخليه تتقلص همين قليله موجوده بها. زين، فاذا ماكو مايو فايبرولز او قليله شو راح تتقلص الخليه؟ زين، بعد شنو المشكله الثالثه؟ انه الساركوبلازميك ريتيكولوم، اكو تركيب هنا اسمه ساركوبلازميك ريتيكولوم. هذا الساركوبلازميك ريتيكولوم عباره عن مخزن للكالسيوم. زين، فهنا بالموديفايد كارديومايوسايت ايضا هذا الساركوبلازميك ريتيكولوم راح يكون حجمه اصغر. زين، طبعا الخليه حتى تتقلص ايضا تحتاج كالسيوم. زين، اذا اكو كالسيوم تتقلص الخليه، ماكو كالسيوم ما تقدر تتقلص الخليه. زين، فمعناها هذا كل هاي العوامل يعني مع تؤدي الى انه الموديفايد كارديومايوسايت ما عندها قابليه انه تتقلص مثل بقي مثل يعني بقيه الخلايا مثل الكارديومايوسايت الموجوده بالاتريا والفنتريكلز. نجي على الالكتريكال بروبرتيز، نجي على المواصفات الكهربائيه مال القلب. زين، اول وحده هو السنسيشيوم، سنسيشيوم بروبرتيز. يعني شنو سنسيشيوم؟ يعني انه من يوصل يعاز هاي الخلايا العضله القلبيه، من يجيها يعاز انه تتقلص، خلايا العضله القلبيه راح تستجيب كانه عباره عن قطعه واحده، راح تتقلص كلها سوا بنفس الوقت. زين، مو مثل السكيتال مصل انه عباره عن مجموعه خلايا يعني تتقلص كل واحده ببعض، لا، هنا راح تستجيب تتقلص كلها مره واحده. زين، طبعا هو الهارت متكون من اثنين، تو سنسيشن، يعني الاتريا راح تتقلص سوا، بعدين الفنتركلز راح تتقلص سوا. الخاصيه الثانيه اللي هي الاوتوماتيسيتي والريثمسيتي. يعني شنو اوتوماتيسيتي؟ يعني انه خلايا القلب، زين، مو مثل الثاني، مثلا اذا اريد مثلا ارفع ايدي لفوق لازم يجي عاز من البرين، يجي عاز من الدماغ للسكليتال مصل حتى يعني يخليها تتقلص. زين، لكن الهارت ما يحتاج يجي عاز من الدماغ. زين، هو راح يولد الإعاز بنفسه. فهاي الخاصية طبعا راح ناخذها بعدين. هاي الخاصية نسميها الاوتوماتيسيتي. الاوتوماتيسيتي يعني الفترة الزمنية بين نبضة ونبضة، اوكي؟ بين نبضة ونبضة الفترة الزمنية تكون متساوية. الخاصية الثالثة اللي هي الاكزايتابيلتي والكوندكتيفيتي. الاكزايتابيلتي يعني انه قابلية الخلايا انه من يجيها فد إعاز راح تستجيب لهذا الإعاز، راح يصير بها اكشن بوتنشال، هم راح ناخذها في شويه. الكوندكتيفيتي انه عندها القابليه انه توصل الإعاز، تنقل الإعاز، راح ينقل الإعاز بين الخلايا حتى يوصل للكارديومايوسايت، حتى الكارديومايوسايت تتقلص. هسه نجي على الميكانيكال بروبرتيز، الخصائص الميكانيكيه. اول خاصيه هي الكونتراكتيليتي، عرفنا انه خلايا القلب عندها قابليه انه يصير بها كونتراكشن، تقدر تتقلص. زين، الخاصية الثانية انه اكو ريفراكتوري بيريد. ريفراكتوري بيريد شنو يعني ريفراكتوري بيريد؟ يعني انه خلايا العضلة القلبية من تكون بحالة كونتراكشن، من تكون بحالة تقلص، من يصير بيها اكشن بوتنشال وتكون بحالة تقلص، اذا جاها اعاز ثاني حتى تتقلص ما راح تستجيب لهذا الاعاز. مثلا هسه هنا هاي خلية، اوكي، داخلة باكشن بوتنشال. زين، هنا دا يصير بيها كونتراكشن، دا يصير بيها تقلص. اذا جاها اعاز ثاني خلال هاي الفتره، اوكي، خلال ما هي بحاله كونتراكشن ما راح تستجيب الخليه لهذا الاعاز. زين، هاي الفتره نسميها ريفراكتوري بيريد او يسموها الابسولوت ريفراكتوري بيريد. زين، اكو شيء ثاني هو موجود عندكم اسمه ريلاتيف ريفراكتوري بيريد. زين، هنا بالريلاتيف ريفراكتوري بيريد ممكن الخليه تستجيب
للإيعاز، لكن يحتاج إيعاز أكثر من الطبيعي حتى الخلية تستجيب له. الخاصية الثالثة اللي هي اسمها الستير كيس فينومينا. ستير كيس فينومينا شنو هاي الستير كيس فينومينا؟ انه الاكشن بوتنشال بالخلايا العضله القلبيه يختلف عن باقي خلايا الجسم. شوف هسه هذا الاكشن بوتنشال، شوف هنا شلون مستمر. اوكي، هذا راح نسميه البلاتو، هذا نسميه البلاتو فيس. زين، هذا طبعا ما موجود باقي خلايا باقي عضلات الجسم، هسه هم راح ناخذها بالتفصيل في شويه. طبعا الريفراكتوري بيريود تعريفه انه هو الوقت، يعني كميه الوقت اللي يحتاجه النسيج او الاكزايتابل ممبرين يحتاجه النسيج حتى يكون جاهز انه يستجيب للايعاز مره ثانيه. اوكي، نجي على الكاردياك سايكل. الكاردياك سايكل عباره عن التقلص وانبساط للقلب. اوكي، هسه انا قلب تقلص انبساط، اوكي هاي كاردياك سايكل واحده، تقلص انبساط مره الاخرى هاي كاردياك سايكل ثانيه. فهي عباره عن يعني الاحداث اللي تصير من بدايه النبضه، من بدايه التقلص الى بدايه النبضه الثانيه. اوكي، هاي كونتراكشن وبعدين صار ريلاكسيشن، هاي عباره عن كاردياك سايكل واحده. زين، الكاردياك سايكل راح تصير خلال احداث، تصير خلال الكتريكال وكوميكانيكال ايفنتس، احداث كهربائيه واحداث ميكانيكيه. زين، طبعا المده الطبيعيه للكاردياك سايكل هي 0.8 سكند. زين، يعني معناها اقل من ثانيه، 0.8 سكند. زين، يعني تقلص انبساط القلب هاي طول 0.8 سكند. زين، هاي اذا اعتبرنا انه معدل ضربات القلب هو 75 ضربه بالدقيقه. زين، طبعا يعني المده مال الكارديك سايكل او مده الكونتراكشن، مده التقلص تعتمد على مده الاكشن بوتنشال. زين، من تزيد مده الاكشن بوتنشال اكيد راح يزيد الكونتراكشن ويزيد الكارديك سايكل. زين، شلون راح نقسم هاي ال 0.8 سكند؟ بالاتريه، الاتريه من تتقلص راح تستغرق 0.1 سكند، تقلص مال الاتريه يستغرق 0.1 سكند. زين، والريلاكسيشن او الدايستول مال الاتريه، الاتريه من تكون بحاله راحه تستغرق 0.7 سكند. زين، تجمعهم مثلا تقول 0.7 زائد 0.1 ترجع لك 0.8 سكند اللي هو كاردياك سايكل. زين، نجي على الفنتريكل. الفنتريكل اثناء الراحه راح يستغرق 0.5 سكند، 0.5 سكند. اثناء الكونتراكشن السيستول من يكون بحاله كونتراكشن، هاي الكونتراكشن راح يستغرق 0.3 سكند. زين، نفس الشيء 0.5 زائد 0.3 يطلع 0.8 اللي هو الكاردياك سايكل. زين، طبعا نلاحظ من هذا الشيء انه الفتره اللي يستغرقها الهارت بحاله الريلاكسيشن بحاله الراحه هي اكثر من الفتره اللي يستغرقها بحاله الكونتراكشن. ليش؟ لانه هاي الفتره تخلي الهارت انه يعني حتى الهارت يعني يملي بالدم اكثر، يملي بلاد اكثر. نجي على الالكتريكال ايفنتس، راح نجي على اول شيء الاحداث الكهربائيه اللي تصير خلال الكاردياك سايكل. زين، اول شيء راح ناخذ طبعا الموديفايد كارديومايوسايتس، راح ناخذ المكانات اللي موجوده بها الموديفايد كارديومايوسايتس. اول شيء عندنا الاس اي نود، الاس اي نود. زين، الاس اي نود يعتبر هو البرايمري بيس ميكر مال الهارت، يعتبر هو المولد مال الهارت، هو اللي يولد الاعازات الكهربائيه. زين، هو السيلف اكزيتاتوري امبلس، الاعازات الكهربائيه. زين، مثل ما قلنا هو عنده قابليه انه اوتوماتيسيتي، نفس الشيء يعني هو عنده قابليه انه يولد الاعازات الكهربائيه. زين، الاس اي نود وين موجود؟ موجود يعني موجود بنقطه التقاء هذا الوريد اللي هو نسميه السوبريور فينا كافا. زين، هذا الوريد ويا الرايت اتريوم، نقطه التقاء هذا الوريد ويا الرايت اتريوم هنا موجود بالاس اي نود. زين، بعدين من الاس اي نود راح اكو الياف. زين، راح تاخذ هاي الإعازات تنقلها توديها باتجاه الأتريا. وهسه نجي على الاكشن بوتنشال بالاس اي نود. زين، الاكشن بوتنشال بالاس اي نود متكون من ثلاث مراحل، متكون من ثلاث مراحل. زين، هسه انا راح اخذ خلية من الاس اي نود، راح اكبرها، راح اشوف يعني ايش يصير بداخلها. يعني اول شيء راح اشرح عن الاكشن بوتنشال بالاس اي نود يعني بشكل مبسط، راح انطي الفكرة بشكل مبسط، بعدين وراها راح نحكي يعني نشوف الشرح مال الملزمه. طبعا اكو شيء مهم انه الفولتيه داخل الخليه تكون سالبه بالنسبه لخارج الخليه. ليش؟ لانه اكثر الايونات الموجبه موجوده هي خارج الخليه.
زين، والايونات الموجبه الموجوده داخل الخليه تكون قليله، تكون اقل، لذلك الفولتيه داخل الخليه تكون سالبه بالنسبه لخارجها. هسه نجي هنا على اول فيس اللي هو فيس 4. زين، هنا الخليه يعني تكون مستقره بعد ما صار بيها اكشن بوتنشال، جاي تستعد انه يصير بيها اكشن بوتنشال. زين، هنا طبعا من مميزات الخليه، الخلايا الموجوده بالاس اي نود اللي يخليها انه قادره على انه تولد الاكشن بوتنشال بنفسها، انه اكو قنوات. زين، هاي القنوات نسميها ليك شانلز. زين، قنوات يعني تكون مفتوحه بشكل جزئي مستمره انه تليك تعبر ايونات الداخل الخليه. زين، مثل ما قلنا انه هنا داخل الخليه يكون سالب، لكن هاي القنوات اللي هي تكون مفتوحه بشكل جزئي راح تعبر ايونات، اللي هي تعبر ايونات صوديوم وتعبر شويه بوتاسيوم، تعبر صوديوم وتعبر شويه بوتاسيوم. زين، فهذا الشيء راح يخلي انه الفولتيه داخل الخليه راح تبدي شويه شويه تقل، شويه شويه تروح باتجاه الموجب، شويه شويه تروح باتجاه الصفر. زين، فتشوفون هاي الصعده هنا بالفيس 4، هاي هي جايه نتيجه هاي الليك شانلز، هاي القنوات اللي تعبر صوديوم وشويه بوتاسيوم. زين، بعد اكو قنوات ثانيه بالاس اي، بخلايا الاس اي نود، اللي هو قنوات مال الكالسيوم. زين، اكو نوعين من قنوات الكالسيوم، اكو تي تايب كالسيوم شانل واكو ال تايب كالسيوم شانل. زين، ال تايب كالسيوم شانل هاي تكون قنوات بطيئه، شويه شويه تنفتح، لكن التي تايب كالسيوم شانل هاي لا، سريعه، بسرعه تنفتح وتفوت كالسيوم. زين، طبعا هاي هنا أنا راح تنفتح هاي القناه اللي هي تي تايب كالسيوم شانل، وبنفس الوقت راح تنفتح ال تايب. التي تايب راح تفوت كالسيوم بسرعه داخل الخليه، اوكي، فراح يوصل هنا يعني الفولتيه توصل بداخل الخليه تقريبا ناقص 30، توصل للثريشولد، اوكي، يعني الاكشن بوتنشال من يوصل للثريشولد هنا راح يبدي الخليه تنفتح كل القنوات بيها ويصير بيها اكشن بوتنشال. زين، هذا طبعا هسه هذا كله عباره عن فيس 4. فيس 0، فيس 0، هنا ايش راح يصير؟ هنا هاي القناه الليك شانلز هاي راح تنسد. زين، وهاي قناه مال كالسيوم التي تايب هم راح تنسد، تبقى عندي هاي السلو الكالسيوم ال تايب كالسيوم شانل، هاي القنوات اللي تكون بطيئه تعبر كالسيوم تبقى عندي هاي مفتوحه. زين، تبقى تعبر لايونات موجبه اللي هي ايونات كالسيوم داخل الخليه، فراح داخل الخليه راح يستمر انه يصير يعني تزيد الايونات الموجبه بداخله، وراح يقترب شويه شويه من الصفر. زين، فهذا الفيز زيرو هو عباره جاي نتيجه يعني ال تايب كالسيوم شانل انه انفتحت. زين، صار عندي هسه فيز زيرو، وراها ايش راح يصير عندي؟ راح تنسد هاي القنوات اللي هي ال تايب كالسيوم شانل، وراح تنفتح عندي قنوات بوتاسيوم شانل، راح تنفتح عندي قنوات تطلع بوتاسيوم من داخل الخليه لخارجها، يعني راح يطلع عندي، تطلع عندي ايونات موجبه من داخل الخليه خارجها، بالتالي راح تقل الايونات الموجبه داخل الخليه. زين، وراح يرجع الاكشن بوتنشال راح يرجع ينزل. زين، راح يرجع باتجاه السالب، ترجع الفولتيه داخل الخليه باتجاه السالب. زين، هذا هو فيس 3. زين، هسه نجي على يعني شويه بالملزمه شويه معقده اكثر الشغله، خلينا نشوف شنو موجود. هسه مثلا هنا اول شيء فيس 4، زين، ورا ما الخليه صار بيها اكشن بوتنشال وحاليا هسه مستقره وجاي تستعد الاكشن بوتنشال ثاني، يعني خليه حاليا هي بحاله هايبر بولاريزيشن، اوكي، خليها هسه هنا بحاله هايبر بولاريزيشن. زين، هنا ايش يصير؟ انه الفولتيه شويه شويه راح تبدي تزيد باتجاه الخليه، شويه شويه راح تبدي تصير موجبه. شنو سبب هذا الشيء؟ اول شيء عندي البوتاسيوم شانلز هاي تكون مسدوده، اوكي، قنوات اللي تطلع بوتاسيوم هنا راح تكون مسدوده. زين، الشيء الثاني انه قنوات الاخرى نسميها الهايبر بولاريزيشن اكتيفيتد سايكليك نيوكليوتايد جيتد شانلز، او خلينا نختصرها نقول الاتش سي ان شانلز. الاس سي ان شانلز هاي نفسها الليك شانلز اللي حكينا عليها. زين، ف يعني هاي القنوات هي من مميزات الخلايا الموجوده بالاس اي نود. زين، هاي القنوات ايش راح تسوي؟ راح تخلي الصوديوم، تخلي ايونات الصوديوم وبعض من ايونات البوتاسيوم تعبر داخل الخليه. زين، راح يعبر صوديوم وبعض من ايونات البوتاسيوم. زين، فهذا العبور الصوديوم وبعض ايونات البوتاسيوم راح نسميه الفاني كارنت، نسميه الفاني كارنت. زين، فراح راح تدخل هاي الايونات الموجبه
راح يكون داخل خلية يعني موجب، راح يعني داخل الخلية راح يكون أقرب للموجب. بعدكم ميكانيزم ثاني راح تصير بخلايا الاس اي نود، هاي الميكانيزم راح نسميها الكالسيوم كلوك، كالسيوم كلوك. زين هنا ايش يصير؟ انه الكالسيوم راح يطلع من هذا الساركوبلازميك ريتيكولوم، ساركوبلازميك ريتيكولوم هذا المعمل المصنع قلنا عليه المصنع مال الكالسيوم. زين اللي هو هذا. اوكي هذا الساركوبلازميك ريتيكولوم. راح يطلع من عند الكالسيوم. وين راح يروح الكالسيوم؟ راح يروح على قناة اللي هي نسميها الصوديوم كالسيوم اكسشينجر. زين صوديوم كالسيوم اكسشينجر، هاي القناة ايش راح تسوي؟ راح تطلع واحد كالسيوم، تطلع واحد كالسيوم لي برا، تطبه بمكان ثلاثة صوديوم، تطبه بمكان ثلاثة صوديوم. زين فبالتالي راح تطلع عندي ايون كالسيوم اللي هو زائد اثنين شحنة ماته، راح يطب بمكان ثلاث ايونات صوديوم اللي هي زائد ثلاثة، فمعناها طبت عندي ايونات موجبة اكثر داخل الخلية. زين هذا الشيء هم راح يزيد لي البوتنشال، راح يزيد لي الفولتية داخل الخلية، راح يخلي الفولتية تقترب من الصفر او تقترب من الموجب. زين هذا الكالسيوم طبعا اللي طلع لي برا راح يرجع يدخل طبعا داخل الخلية من بواسطة قنوات اخرى. هاي الزيادة بالممبرين بوتنشال، الزيادة بالفولتية داخل الخلية، زين بواسطة هاي الميكانيزمز اللي حكينا عليها، راح تفعل لي قنوات مال كالسيوم اللي هي تي تايب كالسيوم شانل حكينا عنهم، والال تايب كالسيوم شانل، زين اللي هي تكون بطيئة تكون سلو. هاي القنوات راح تخلي الكالسيوم يدخل داخل الخلية، وداخل الخلية راح يكون موجب. زين هذا كله طبعا هذا كله ده يحكي على فيس 4، هذا كله عبارة عن فيس 4. فيس 0 هذا الفيس اللي هو راح يصير بيه الديبولاريزيشن. زين من الفولتية داخل الخلية توصل للثريشولد، من توصل للثريشولد اللي هو اللي هو هذا الثريشولد تقريبا مقداره ناقص 20 الى ناقص 50، هنا راح يصير عندي الديبولاريزيشن. اوكي اللي هو هذا فيس 0. هنا ايش دا يصير؟ انه الخلية راح تصير مور بوزيتيف، راح تصير موجبة اكثر. زين داخل الخلية راح يكون موجب اكثر. هذا سببه انه راح يدخل عندي الكالسيوم من خلال هاي ال تايب كالسيوم شانل، ال تايب اللي هي تكون بطيئه. زين يعني تكون بطيئه حتى يلا تنفتح. زين خلال هاي الفتره طبعا التي تايب كالسيوم شانل هاي تكون مسدوده، والاتش سي ان شانل هم تكون مسدوده. الاتش سي ان شانل اللي هي تعبر صوديوم، اللي هي الليكا شانل اللي تعبر صوديوم وبوتاسيوم هم تكون مسدوده. هذا فيس 0. زين خلال فيس 3 هذا الفيس هو اللي يصير بيه الري بولاريزيشن، يصير بيه ري بولاريزيشن اللي هو هذا. اوكي ده يصير بيه ري بولاريزيشن. زين هنا ايش يصير؟ ده يصير ان اكتيفيشن، راح تتوقف هاي ال تايب كالسيوم شانل، زين ما راح يطلع بعد كالسيوم لي برا. بالمقابل راح تتفعل عندي قنوات اللي هي البوتاسيوم شانل، اللي راح تخلي البوتاسيوم يطلع من داخل الخليه يروح خارج الخليه. زين من طلع البوتاسيوم خارج الخليه راح تقل عندي الايونات الموجبه داخل الخليه، وراح يرجع للفولتيه داخل الخليه تكون نيجاتيف، تكون سالبه. نجي على تاثير الاوتونوميك نيرفس سيستم. الاوتونوميك نيرفس سيستم، الاوتونوميك نيرفس سيستم طبعا يتكون من سمباثيتك وبارا سمباثيتك. السمباثيتك مثلا شخص خايف، او شخص مثلا دا يتمرن، او شخص مثلا مستعد دا يركض، هنا طبعا راح يكون متفاعل عنده سمباثيتك نيرفس سيستم. زين فهنا يكون معدل ضربات القلب سريع حتى يوفر دم اكثر للخلايا. زين بالعكس اذا شخص يكون مرتاح او شخص مثلا نايم، لا هنا يكون البارا سمباثيتك عنده مشتغل. زين فمعدل ضربات القلب يكون اقل. زين فهنا معدل ضربات القلب الهارت ريت يعتمد على معدل تكوين الاكشن بوتنشال من الاس اي نود. زين معتمد على الاكشن بوتنشال اللي دي يولده الاس اي نود. زين بحالة الراحة، بحالة شخص مثلا قاعد مرتاح، الهارت ريت عنده الطبيعي مفروض هو من 60 إلى 100، بين ال 60 وال 100 ضربة بالدقيقة. زين هنا الأوتونوميك نيرفس سيستم راح يأثر على الهارت ريت، راح يأثر على معدل الضربات بالقلب، راح يأثر على الاس اي نود. زين أما يزيد معدل الضربات بالدقيقة، يعني يزيد معدل إنتاج الأكشن بوتنشال من الاس اي نود من خلال السمباثيتك نيرف، او يقلل من معدل تكوين الاكشن بوتنشال من الاس اي نود، زين من خلال البارا سمباثيتك نيرفز. بس هنا مثلا هاي السمباثيتك نيرفز، هاي الاعصاب اللي جايه من السمباثيتك نيرفز سيستم،
ده راح تغذي خلايا القلب، من ضمنها اللي هو من ضمنها الاس اي نود. اوكي، فمن يجي تحفيز منه انا من السمباثيتيك راح يزيد معدل تكوين الاكشن بوتنشال ويزيد معدل ضربات القلب بالدقيقه. بالمقابل اكو هنا هذا العصب اللي هو جاي من الباراسمباثيتيك نيرف، زين، من يجي تحفيز همين من الباراسمباثيتيك نيرفز للاس اي نود فراح يقل معدل تكوين الاكشن بوتنشال ومعدل ضربات القلب يكون بطيء. هسه نجي على السمباثيتيك، الاعصاب اللي هي سمباثيتيك نيرفز راح تطلع، طبعا هنا الحبل الشوكي راح يتقسم اقسام، اللي يهمنا من عنده هسه احنا السمباثيتيك اللي يغذي القلب، زين، هذا جاي منين؟ جاي منا من الفقرات هاي اللي هي من T1 و T2 و T3 و T4. اوكي، من T1 الى T4 راح تطلع منا اعصاب، زين، اللي هي سمباثيتيك نيرفز اللي راح تحفز تروح للهارت. قسم من عندها طبعا راح يروح للاس اي نود. اوكي، يروح هنا للاس اي نود، زين. هاي الاعصاب راح تفرز بنهايتها، بنهايه العصب راح تنفرز ماده اللي هي نيورو ترانسميتر. اوكي، هاي الماده اللي تطلع من السمباثيتيك من نهايه الاعصاب اللي هي السمباثيتيك نيرفز نسميها نور ادرينالين، نور ادرينالين، زين، هاي مهمه. هاي الماده راح ترتبط، تقعد في المستقبل، اكو لها ترتبط في المستقبل، هذا المستقبل موجود بخلايا الاس اي نود، زين. هذا المستقبل مالته نسميه بيتا 1 ادرينوسبتر، بيتا 1 ادرينوسبتر. من راح يرتبط هذا النور ادرينالين بالبيتا 1 ادرينوسبتر؟ راح يفعل فتشي اسمه جي بروتين، جي بروتين او يسموه جي اس بروتين، اس يعني ستيميوليتر يعني محفز، زين. من ارتبط هذا، من راح يتحفز هذا الجي بروتين، راح تطلع هنا تصير عندنا سلسله من الاحداث نسميها سايكليك اي ام بي باث واي، زين، هاي تؤدينا الى تكوين جزيئه نسميها سايكليك ادينوسين مونوفوسفيت، سايكليك اي ام بي. هذا السايكليك ان بي اللي يتكون عندي هذا راح يرتبط بالقناه بالاس سي ان شانل، الاس سي ان شانل اللي حكينا عنها قبل شويه، زين. من ارتباط بالاس سي ان شانل هنا ايش راح يسوي الاس سي ان شانل؟ يخلي هاي الاس سي ان شانل انه تعبر صوديوم وبوتاسيوم اكثر، يخليها تليك، تعبر صوديوم وبوتاسيوم اكثر داخل الخليه، زين. من عبر صوديوم وبوتاسيوم اكثر داخل الخليه راح تزيد يعني الفولتيه داخل الخليه، حتكون موجبه اكثر، زين. ايضا يعني يزيد نسبه الكالسيوم داخل الخليه، يخلي ايونات الكالسيوم تدخل اكثر داخل الخليه، زين. هنا طبعا راح يصير داخل الخليه موجب اكثر، زين، وراح يصعد الاكشن بوتنشال اكثر، راح يصعد باتجاه ال يصعد باتجاه الثريشولد، زين. من خلال هذا الشيء الاكشن بوتنشال راح تتولد بسرعه اكثر، وراح يزيد عندي الهارت ريت، راح يزيد عندي معدل ضربات القلب بالدقيقه. طبعا هاي الزياده بالهارت ريت راح نسميها بوزيتيف كرونوتروبي، بوزيتيف كرونوتروبي. يعني اي شيء يزيد لي الهارت ريت، سواء كان تحفيز السمبثيتيك نيرف سيستم، او سواء عندي هرمون يزيد لي الهارت ريت، او دواء يزيد لي الهارت ريت، هاي راح اسميها بوزيتيف كرونوتروبي. هاي الزياده بالهارت ريت نسميها بوزيتيف كرونوتروبي. هسه عندي، زين، هسه عندي الباراسمبثيتيك نيرفز راح تغذي الاس اي نود من خلال عصب اسمه الفيجاس نيرف، فيجاس نيرف، او بالعربي يسموه العصب التائه، او يسموه العصب العاشر، زين. هذا العصب راح يطلع هنا من البرين، راح يطلع من الدماغ يروح باتجاه الاس اي نود، زين. بنهايه هذا العصب، زين، هنا بالنهايه مالته راح تطلع ماده نيورو ترانسميتر اسمها اسيتيل كولين، اسيتيل كولين. ايضا راح ترتبط المستقبل الها، زين، هذا المستقبل اسمه ام 2 موسكارينيك ريسبتر، موجود بالاس اي نود سيل، موجود بخلايا الاس اي نود، زين. من راح تتفعل، من راح يرتبط هذا بالريسبتر مالته اللي هو ام 2 ريسبتر، راح يتفعل عندي بروتين اسمه جي بروتين، بس مو ذاك، يعني هذا الجي بروتين اسمه يعني خاصة هو الجي اي بروتين، جي انهبيتوري، يعني هذا يوقف، زين. من راح يتفعل عندي هذا الجي بروتين راح يسوي بلوك، راح يوقف السايكليك اي ام بي باث واي، زين، راح يوقف السايكليك اي ام بي باث واي، بالتالي راح يقل عندي تكوين سايكليك اي ام بي، راح يقل تاثيره، راح يصير انهبيشن للسمباثيتيك اكتيفيتي، راح يتوقف عمل السمباثيتيك اكتيفيتي، وراح يقل تكوين الاكشن بوتنشال من الاس اي نود، زين. هنا أنا طبعا هاي السمباثيتيك حكينا عليه جاي من الثوراسيك نيرف من تي 1 الى تي 4، ايضا يروح للاس اي نود. تاثير الباراسمباثيتيك انه مو بس راح يقلل السايكليك اي ام بي، ايضا راح هذا الجي بروتين اللي يتفعل راح يفعل قناه البوتاسيوم، يفعل البوتاسيوم شانل، هاي اللي قلنا تطلع بوتاسيوم خارج الخليه، زين. بالتالي راح يطلع البوتاسيوم، ايونات البوتاسيوم راح تطلع خارج الخليه،
زين، فراح تطلع عندي ايونات موجبه خارج الخليه، راح يقل عندي تركيز الايونات الموجبه داخل الخليه، بالتالي داخل الخليه حيكون سالب اكثر، زين، راح يكون مور نيجاتيف، زين، بالتالي راح يقل عندي تكوين الاكشن بوتنشال، زين. فهذا يؤدينا الى انه الاكشن بوتنشال راح يقل عندي، يعني يصير عندي هايبر بولاريزيشن، زين، خليه راح يصير بي هايبر بولاريزيشن، وهذا يؤدي الى انه الخلايا النسيج او الخلايا اللي كانت قبل اكزايتبل عندها قابليه انه تستجيب تتحفز، راح تصير ليس اكزايتبل، راح تقل هاي القابليه مالتها، راح يقل عندي همين تكوين الاكشن بوتنشال، ويقل عندي الهارت ريت، راح يقل عندي معدل ضربات القلب بالدقيقه. زين، هذا النقصان بالهارت ريت راح نسميه نيجاتيف كرونوتروبي. زين، هسه بعد ما الاس اي نود صار بي اكشن بوتنشال، اوكي، بعد ما دخلت الايونات الموجبه داخل الاس اي نود، هاي الايونات راح تنتقل من الاس اي نود تروح للخلايا المجاوره للاس اي نود، زين، حتروح الخلايا الكارديومايوسايت وبقيه الخلايا اللي مجاوره للاس اي نود. من دخلت هاي الخلايا الموجبه الايونات الموجبه داخل هاي الخلايا المجاوره للاس اي نود، همين ايضا راح تزيد الفولتيه داخل الخلايا، زين، راح تكون مور بوزيتيف، وراح يصير بيها اكشن بوتنشال. بعد ما الاس اي نود كون الاكشن بوتنشال، زين، بعد ما كون هاي الإعازات، هاي الإعازات راح تنتقل من الاس اي نود تروح بقية الهارت. زين، اول شيء اكو عندنا تراكتس، اكو عندنا يعني حزم راح تنقل الإعازات من الاس اي نود. اول واحدة عندنا اللي هي الانتر اتريال تراكت، انتر اتريال يعني بين الاتريا، بين الرايت والليفت اتريوم. زين، اللي هي هاي الصفرة، اوكي، او يسموها الباخمان باندل. ها عباره عن حزمه من الكارديو، من موديفايد كارديو مايوسايتس، اوكي، راح تنقل الإعازات، تاخذ الإعاز من الاس اي نود، اوكي، تروح للليفت اتريوم، تاخذ الإعاز من الاس اي نود توديه للليفت اتريوم. زين، هذا على مود انه الاتريه، اوكي، مال الجهه اليمنى والجهه اليسرى اثنيناتهم يتقلصون بنفس الوقت، اوكي، حتى ما يصير تاخير. زين، طبعا سرعه التوصيل اللي هي كوندكشن فيلوسيتي، سرعه التوصيل خلال الاتريال مصل، هي تكون سريعه كلش بمقدار يعني 0.5 متر بالثانيه. طبعا الاعازات اللي طلعت من الاس اي نود، يعني رايت اتريوم، زين، راح توصل الاعازات بشكل مباشر من الاس اي نود لان هو قريب عليه، زين، لان هو الاس اي نود اصلا موجود بالرايت اتريوم، لكن الليفت اتريوم شويه بعيد، فيحتاج بندل، يحتاج هاي الباخمان بندل حتى تنقل الاعازات للليفت اتريوم. بعدها عندي الانتر نودال تراكت، انتر نودال تراكت، انتر يعني بين، زين، نودال يعني نودز، يعني الاس اي نود والاي في نود، زين، فهاي التراكت راح توصل الإعاز من الاس اي نود للاي في نود، زين، فهاي عباره عن 3 بندلز، عباره عن 3 حزم، زين، من الموديفايد كارديومايوسايتس، هاي ذني ثلاثه راح تنقل للإعاز من الاس اي نود توديه للاي في نود. هسه عندي الاي في نود او الاتريو فنتريكولار نود، زين، وين موجود الاي في نود؟ موجود تحت الاندوكارديوم، زين، الاندوكارديوم هو نفس الاندوثيليوم، البطانه مال الهارت نسميها اندوكارديوم، فهو موجود تحت البطانه، تحت هاي الخلايا اللي تبطن الهارت، على الجهه اليمنى من الانتر اتريال سيبتوم. زين، هذا الحاجز بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، هذا نسميه انتر اتريال سيبتوم، اوكي، فهو موجود على الجهه اليمنى من هذا الحاجز. زين، بعد وين موجود؟ قريب من الترايكاسبيد فالف، قريب من هذا الصمام اللي هو الترايكاسبيد فالف. زين، الاي في نود يعتبر هو الطريق الوحيد اللي تنتقل من الاعازات من الاس اي نود من الاتريه تروح للفنتركل. الطريق الوحيد اللي تعبر الاعازات من الاتريه للفنتركل هو عن طريق الاي في نود، اوكي، ماكو طريق ثاني. طبعا سرعه التوصيل بالاي في نود تكون كلش بطيئه، كلش بطيئه، مقدار يعني 0.05 متر بالثانيه. زين، لذلك طبعا الفنتريكولار ديبولاريزيشن راح يكون متاخر، راح يتاخر عن الاتريال ديبولاريزيشن. زين، هذا يعطي وقت، يعني انا ما اريد الاتريا والفنتريكل يتقلصون نفس الوقت، لا، اريد الاتريا تتقلص، تفرغ الدم باتجاه الفنتريكل، زين، الفنتريكل يملي بالبلاد، وراها الفنتريكل يتقلص. زين، فهذا التاخير بالاي في نود راح يوفر لي هذا الشيء، راح يخلي الاتريا تتقلص وراها بعدين الفنتريكل يتقلص. شنو اسباب هذا الديلي بالكوندكشن اللي يصير بالاي في نود؟ زين، اول سبب انه الفايبرز، زين، الفايبرز الموجوده بالاي في نود تكون حجمها صغير، يكون حجمها اصغر، زين، فهذا راح يزيد مقاومتها لتوصيل الايونات خلالها. زين، بالاضافه الى هذا انه الاعداد الجاب جنكشنز بين الخلايا تكون اقل. زين، هسه راح اقول لكم شنو الجاب جنكشنز.
يعني بنقلنا الايونات تدخل داخل خلايا الاسينود راح تعبر للخلايا المجاوره لها، راح تعبر من خلال هاي القنوات، زين، هاي القنوات او الانفاق راح نسميها الجاب، جانكشنز. زين، طبعا خلايا القلب يعني بين كل خلايا القلب تقريبا بيناتها اكو انفاق، اوكي، فمن يجي تحفيز، من يجي تدخل ايونات داخل الخليه، اوكي، هاي الايونات ايضا راح تنتقل للخلايا المجاوره لها، راح تروح للخلايا المجاوره لها، تروح للخلايا جواها، زين، فحتى ينتقل التحفيز لكل الخلايا، زين، فراح ينتقل التحفيز عن طريق هاي الانفاق اللي نسميها الجاب جانكشنز. فبالاي في نود الجاب جانكشنز يكون تكون اعدادها اقل. الشيء الثاني انه الفايبرز مال الاي في نود تكون الفولتيه مالتها اقرب للبوزيتيف، زين، تكون اقرب للثريشولد. هنا شنو المشكله؟ المشكله انه اكثر صوديوم شانلز، هاي الليك صوديوم شانلز، الفاست صوديوم شانلز تكون مسدوده، زين، بالتالي الاكشن بوتنشال راح يكون معتمد فقط على السلو كالسيوم شانلز، السلو كالسيوم شانلز اللي قلنا بطيئه لما تنفتح، اوكي، فهنا التوصيل راح يكون بطيء. بما انه قلنا السلو كالسيوم شانلز هي مسؤوله عن الاكشن بوتنشالز بخلايا الاي في نود، زين، هاي السلو كالسيوم شانلز ايضا من تنسدهم راح تنسد بطيء، اوكي، لذلك الريفراكتور بيريد بالخلايا الاي في نود راح يكون اكبر. زين، اذا ماكو طبعا الاس اي نود، اذا صار مشكله بالاس اي نود، الاس اي نود قام ما يقدر يولد الاكشن بوتنشال، زين، فهنا الهارت ما راح يوقف، لا، راح يجي الاي في نود، راح يجي يعني ياخذ دور الاس اي نود، راح يقوم هو يولد الاكشن بوتنشال، طبعا راح يولد هارت ريت يعني بكفاءه اقل من الاس اي نود، راح يولد هارت ريت بمقدار 40 الى 60 بيت بير مينت، زين، بينما بالاس اي نود كان الهارت ريت معدله 60 الى 100. اذا صار الاي في نود هو البيس ميكر راح يولد هارت ريت معدل 40 الى 60 نبضه بالدقيقه. زين، اذا اكو مشكله بالاي في نود راح تجي الاتريو فينتريكولار باندل، هي راح تولد هارت ريت معدل 30 الى 40 بيت بير مينت. اذا ماكو راح تجي الباندل برانشيز، هي تولد بمقدار 20 الى 30 بيت بير مينت، او تجي البيركنجي فايبر تولد نبضات معدل 15 الى 20 نبضه بالدقيقه. زين، لذلك الاي في نود وهذا الهيسبر كنجي سيستم ذن يكون الفايبرز اللي حكينا عليهم تعتبر هي ليتنت بيس ميكرز، زين، مو برايمري، بس الاس اي نود هو يعتبر اساسي، يعتبر برايمري بيس ميكر، يعتبر هو المولد الاساسي، زين، ذن البقيه يعتبر شيء ثانوي. اذا صارت مشكله بالاي في بالاس اي نود راح يجن ذني الليتنت بيس ميكرز اللي هن الاي في نود والبركنجي سيستم، انه راح يصير بيهن اوتوماتيسيتي، راح يولدن اكشن بوتنشال وراح يعوضن عن الاس اي نود. بقى عندنا الباندل اوفيس، الباندل اوفيس اللي هي هاي القطعه الصغيره اللي راح تاخذ الاعازات من الاي في نود توصلها باتجاه ذني الباندل برانشز، اوكي، فهاي القطعه هاي هي الباندل اوفيس. زين، الباندل اوفيس طبعا راح تنقسم الى الرايت والليفت باندل برانشز مثل ما قلنا، وبعدين الليفت باندل برانش هم ينقسم الى انتيرير وبوستيرير فاسيكلز. زين، الرايت والليفت باندل برانشز اللي هو هذا الرايت وهذا الليفت باندل برانش راح يمشون على هذا الانتر فنتريكولار سيبتم، هذا الحاجز اللي بين الفنتريكل اللي هو الانتر فنتريكولار سيبتم، فهذول الرايت والليفت باندل برانشز راح يمشون على هذا الانتر فنتريكولار سيبتم، وبعدين كل واحد يروح على الفنتريكل مالته، يعني الرايت باندل برانش يروح للرايت فنتريكل والليفت باندل برانش يروح للليفت فنتريكل. اخر شيء بقى عندي هو البيركنجي سيستم. البيركنجي سيستم، البيركنجي سيستم راح يطلع من البندل برانشز اللي هي الرايت والليفت بندل برانش، وراح يمتد من الابيكس مال الهارت، زين، هاي مثل الشجره بيركنجي سيستم، اوكي، راح يمتد من الابيكس مال الهارت اللي هي هاي النهايه مال الهارت، يروح باتجاه، يروح لفوق يغذي كل الفنتريكلز، اوكي، يعني يروح باتجاه هذا. هنا طبعا اكو حاجز نسميه الانتر اتريو فنتريكولار سيبتم، حاجز يفصل الاتري عن الفنتريكل، زين، فهاي الاعازات راح تروح باتجاه هذا هنا الاتريو فنتريكولار سيبتم، وتروح باتجاه البيس مال هارت، تروح باتجاه القاعده مال هارت اللي هو هنا، زين، فلذلك طبعا الكونتراكشن راح تتقلص الفنتريكلز، زين، التقلص ايضا راح يبدي من الابيكس، راح يبدي من هنا ويروح باتجاه، يروح لفوق يصعد، اوكي، فالتقلص مال الهارت راح يصير بهالطريقه، من الابيكس يبدا هيك يتقلص الهارت، اوكي، حتى يضخ الدم
لفوق باتجاه الايارتي وباتجاه البلمونري ارتري. زين، طبعا هذا يشبهه انه شلون واحد مثلا من علبه معجون الاسنان من واحد يضغطها من جوه اوكي حتى يدفع المعجون لفوق، فنفس الشيء الهارت من يتقلص همين من الابيكس يصعد الكونتراكشن مالته لفوق اوكي حتى يدفع الدم باتجاه الايورتا والبلمونري ارتري. طبعا البيركنجي فايبرز عندها فت خصائص تختلف عن الاي في نود، عكس الاي في نود. شلون يعني؟ طبعا الفايبرز مالته تكون اكبر، تكون فيري لارج فايبرز اوكي، طبعا هذا شيء مهم، والفيلوسيتي مالتها تكون اسرع باربع مرات من بقيه خلايا القلب اوكي، فسرعه التوصيل خلال البيركنجي سيستم كلش عاليه تقريبا 4 متر بالثانيه، فهذا يخلي انه هاي الالكتريكال امبلسز هاي الاعازات انه توصل كل خلايا الفنتريكل بسرعه حتى كل خلايا الفنتريكل تتقلص بنفس الوقت. هسه حكينا على الاكشن بوتنشال اللي يصير بالموديفايد كارديومايوسايت خصوصا الاس اي نود. زين، هسه راح نحكي على الاكشن بوتنشال اللي يصير بخلايا العضله القلبيه يصير بالكارديومايوسايت اوكي. طبعا هذا شويه مختلف عن الاكشن بوتنشال اللي يصير بالاس اي نود. زين، هسه راح ناخذ همين فكره بسيطه عنه وبعدين نشوف الشرح بالملزمه. زين، اول شيء هنا الخليه هسه مستقره، هنا فيس 4 راح نبدي اوكي، هنا الخليه مستقره زين ما جاي هي عايز انه تخلص، خليه هنا بحاله ريلاكسيشن بحاله راحه. زين، بعدها مثلا هاي الخليه صار بيها تحفيز اوكي، من دخلت بيها ايونات موجبه، قسم منها هاي الايونات الموجبه راح يدخل من خلال هاي الجاب جنكشنز اللي حكينا عنها يروح باتجاه هاي الخليه. زين، راح يزيد الايونات الموجبه داخل الخليه هاي. زين، من زادت هاي الايونات الموجبه داخل الخليه هاي راح تقترب، هاي راح تزيد الفولت بيها، راح تقترب من الثريشولد. من اقتربت من الثريشولد راح تنفتح عندي قناه هنا تطبق صوديوم، تنفتح عندي قناه الصوديوم اللي هي صوديوم جيتد شانل. زين، من دخل عندي الصوديوم راح يصير عندي الاكشن بوتنشال، يصير عندي دي بولاريزيشن، راح يصير عندي هذا الفيس زيرو. زين، بعد هنا راح يصير عندي يجي عندي فيس 1. زين، هذا فيس 1 بس راح عندي نزله هنا ده تقل عندي شويه الفولتيه. ليش ده تقل هاي الفولتيه؟ معناها اكو ايونات موجبه تطلع خارج الخليه. زين، هاي الايونات الموجبه هي ايونات البوتاسيوم، شوي هاي ايونات البوتاسيوم راح تنفتح شويه وتنسد، فراح يطلع جزء من البوتاسيوم خارج الخليه، لذلك راح يصير عندي نزله خفيفه هنا بالفولتيه. زين، وراها هنا فيس 2 اللي هي تكون الفولتيه هنا مستقره بيه. زين، شنو سبب هاي الفولتيه هنا ليش تكون هيك مستقره؟ اللي هو هذا يسميه البلاتو. طبعا سبب هذا الشيء انه عندي هنا قناه مال كالسيوم، هنا فتحت عندي قناه كالسيوم اللي هي السلو كالسيوم شانل، قناه كالسيوم تكون بطيئه لما تنفتح. زين، فدخل عندي هنا دخلت عندي ايونات موجبه داخل الخليه لكن بطيئه. زين، فبالتالي ظل عندي الاكشن بوتنشال هنا مستقر. زين، بعدين يجي وراها فيس 3. زين، هاي المرحله الثالثه، هنا راح يطلع عندي البوتاسيوم خارج الخليه، راح تنفتح عندي قناه البوتاسيوم ترجع تنفتح ويطلع كل البوتاسيوم خارج الخليه. زين، بالتالي راح تقل عندي الايونات الموجبه داخل الخليه. زين، وراح تقترب ترجع الخليه لوضعها الطبيعي، ترجع سالب. طبعا هنا الريست يعني ريستنج ميمبرين بوتنشال، هنا الخليه فيس 4 تكون الفولتيه بيها ناقص 90، تكون بيها الفولتيه ناقص 90. بس نجي هنا الاكشن بوتنشال طبعا راح يتقسم الى 5 مراحل. زين، اول مرحله اللي هي فيس 4 او نسميها ريستنج ممبرين بوتنشال، هنا الفولتيه مثل ما قلنا بيها هي ناقص 90، الفولتيه داخل الخليه تكون ناقص 90، هاي من تكون الخليه مستقره، تكون الخليه بحاله راحه. زين، ليش تكون الفولتيه ناقص 90؟ لانه داخل الخليه تكون سالب بالنسبه لخارجها. زين، من خارج الخليه تكون اكثر شيء ايونات موجبه بيه. زين، اكثر يعني اكثر الايونات الموجوده خارج الخليه هي الصوديوم والكلورايد، بينما الايونات الموجوده داخل الخليه هي البوتاسيوم. زين، خلال هذا الفيس 4 الممبرين هذا الغشاء مال الخليه ما يعبر صوديوم شانلز، صوديوم شانل تكون مسدوده، الفولتج جيتد صوديوم شانل تكون مسدوده. زين، الخلايا الموجوده بالفنتريكلز وبالاتريا وبعض الخلايا الموجوده بالبيركنجي سيستم، هاي الريستنج ممبرين بوتنشال بي هي ناقص 90، الفولتيه هنا تكون ناقص 90 بهاي الخلايا. لكن الخلايا الموجوده بالاس اي نود والخلايا الموجوده بالاي في نود، هنا الريستنج ممبرين بوتنشال تكون عندهم غير مستقره، ما مستقره. ليش؟ لانه يعني عندهم هاي الليكي شانلز، عندهم هاي القنوات اللي دائما مستمره تعبر ايونات. زين، فمثلا الخلايا الاس اي نود من
يصير بها ريبولاريزيشن، وراها راسا راح تجي هاي الليك شانلز راح تعبر ايونات، اوكي ما راح تستقر على فد فولتيه معينه، راسا راح تجي هاي تعبر ايونات راح ترجع الفولتيه تصعد ويصير ديبولاريزيشن ويصير اكشن بوتنشال ثاني، يعني ما راح تستقر خليه الاس اي نود. وراها عندي الفيس زيرو اللي هو يصير به الديبولاريزيشن. زين من وصلنا للثريشولد، زين من تحفزت الخليه وصلت للثريشولد بالاتريا والفنتريكل والبركنجي فايبرز، ان انا راح تنفتح عندي الفولتج جيتد صوديوم شانل، راح يدخل عندي الصوديوم داخل الخليه. زين زادت عندي الفولتيه داخل الخليه اقتربت من الموجب وصار عندي الدي بولاريزيشن. زين فهاي العمليه تؤدي الى دي بولاريزيشن بالسيل ممبرين. طبعا هنا فرق الدي بولاريزيشن بالاس اي نود عن الدي بولاريزيشن بالكارديومايوسايت. الدي بولاريزيشن بالاس اي نود والاي في نود يعني الفيز زيرو مال الديبولاريزيشن حتكون مسؤولة عنه الكالسيوم شانلز، حتكون مسؤولة عنه دخول ايونات الكالسيوم، لكن الديبولاريزيشن بالكارديومايوسايت هو مسؤول عنه دخول ايونات الصوديوم. وراها راح يجي فيس 1. زين هاي فيس 1 راح يعني هي عبارة عن فترة مال الريبولاريزيشن، بداية ريبولاريزيشن، لكن هو ما راح يصير ريبولاريزيشن بس مجرد بداية. زين هذا سببه هو خروج ايونات البوتاسيوم مثل ما قلنا هنا، هذا هو الفيس 1 هو عباره عن خروج جزء من ايونات البوتاسيوم. زين وبعد انه ايونات الصوديوم الجاي تدخل همين راح يقل عددها، راح يقل دخول الصوديوم وشويه يطلع بوتاسيوم. زين هاي البوتاسيوم شانل راح تنفتح وتنسد بسرعه فتخلي جزء من ايونات البوتاسيوم راح يطلع برا الخليه، بالتالي يعني ايونات موجبه طلعت عندي خارج الخليه، بالتالي الفولتيه داخل الخليه شويه قلت راحت باتجاه السالب. زين فهذا راح يؤدي لي الى هذا النوتش، اوكي هاي النزله بالاكشن بوتنشال اللي هي هاي. زين اللي هي مسؤوله عنها اللي هي هاي تصير بالفيس 1. وراها راح يجي فيس 2 انه من تكون الفولتيه مستقره، زين هذا نسميه البلاتو، اللي هو هذا تعتبر سستيند ديبولاريزيشن، ديبولاريزيشن مستمر. زين هذا سببه هو دخول الكالسيوم، زين اللي لانه عندي انفتحت السلو كالسيوم شانلز، سلو كالسيوم شانلز. طبعا هنا فد ملاحظه انه فيس 1 اوكي وفيس 2 ما موجوده بالاكشن بوتنشال اللي دي يصير بالاس اي نود. بقى عندي الفيس 3 اللي هو الريبولاريزيشن. زين هذا شلون راح يصير؟ هذا راح يصير من خلال راح تشتغل عندي الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل. زين الريبولاريزيشن جاي من نتيجه البوتاسيوم راح يطلع برا الخليه. زين طبعا بهذا الفيس ايضا تكون الفولتج جيت صوديوم شانل مسدوده والكالسيوم شانلز تكون مسدوده، وطبعا هنا أنا راح تبدي تشتغل عندي صوديوم بوتاسيوم بامب. اوكي انا بالاكشن بوتنشال صار عندي يعني قلنا دخل صوديوم داخل الخليه والبوتاسيوم طلع برا. زين انا اريد الخليه يرجعها لوضعها الطبيعي، شلون راح ترجع لوضعها الطبيعي؟ من خلال هاي المضخه صوديوم بوتاسيوم بامب. ايش راح تسوي هاي؟ راح تطلع الصوديوم برا وترجع يعني تدخل البوتاسيوم داخل الخليه فحتى ترجع الخليه لوضعها الطبيعي. طبعا هذا البلاتو بالاكشن بوتنشال يخلي الكاردياك مصل الاكشن بوتنشال بالكاردياك مصل يكون اطول، يستمر فتره اطول من السكريتال مصل. السكريتال مصل وباقي العضلات ما عندها بلاتو، زين البلاتو بس موجود بالكارديومايوسايت. زين طبعا سبب هذا الشيء يعني ليش دا يصير بلاتو بالكاردياك مصل ما دا يصير بلاتو بالسكريتال مصل؟ اول شيء انه عندي اني سلو شانلز، عندي قنوات هاي اللي هي سلو كالسيوم شانلز اللي هي شوية شوية راح تنفتح وراح تستمر يعني راح تظل مفتوحة لفترة أطول، فلذلك هي راح تسوي لي البلاتو. هاي واحدة. الشغلة الثانية أنه البيرميابيلتي قابلية الكارديك مصل حتى تعبر بوتاسيوم راح تقل، قابلية الكارديك مصل حتى تخلي البوتاسيوم يخرج خارج الخلية راح تقل، بالتالي أنه يعني طبعا إذا طلع البوتاسيوم راح يصير ريبولاريزيشن. زين فمن راح يتأخر البوتاسيوم يعني يتأخر حتى يطلع راح يستمر عندي الاكشن بوتنشال، راح يستمر عندي هذا البلاتو، لكن بالسكيليتال ماسل ما راح يصير هذا الشيء، بس صار عندي اكشن بوتنشال، صار عندي ديبولاريزيشن، وراها راسا راح يطلع عندي بوتاسيوم وراح يصير عندي ريبولاريزيشن. هذا مختصر للي حكيناه، مختصر الاكشن بوتنشال اللي يصير بالمايوسايت او بالكارديومايوسايت. اللي هو اول شيء عندي الريستنج ممبرين بوتنشال، ان الخليه بحاله ريست، بحاله راحه، يكون الفولتيه بيها ناقص 90، تكون سالبه. وراها فيس 0 ان انا راح يدخل عندي صوديوم، اجاها تحفيز للخليه راح يدخل عندي صوديوم راح تزيد الفولتيه داخل الخليه تصير زائد 20. زين
وراها راح يجي فيس 1 اللي هو راح تنسد عندي صوديوم شانلز، وراح تنفتح عندي البوتاسيوم شانلز، راح تنفتح البوتاسيوم شانلز شويه وتنسد، اوكي؟ فراح يصير عندي هاي النزله خفيفه. وراها راح يصير عندي الفيس 2 اللي هو البلاتو، زين؟ هنا الفولت هي راح تكون مستقره، واللي هو تكون مسؤوله عليه الال تايب كالسيوم شانلز او السلو كالسيوم شانلز، زين؟ وراها راح يجي الفيس 3 اللي هو الريبولاريزيشن، هنا راح تنسد عندي كالسيوم شانل، وراح تنفتح عندي البوتاسيوم شانل، راح يطلع البوتاسيوم خارج الخليه، زين؟ فراح ترجع الفولتيه سالبه. وراها عندي فيس 4، رجعنا الفيس 4 اللي هو ريستنج ممبرين بوتنشال. اوكي، شكرا لكم.